وفي فئة جنتالون نتعرف الليلة على المصممة هند المطيري من خلال هذه المشاركة الأولى لها. تناولت موضوع السلام عبر إبراز جمالية القفطان الذي يعبر عن ثقافة المغرب التي تنبني أساساً على السلام. في مقدمة القطع قفاطين بألوان صاخبة وزاهية توحي بالفرح والأمان، قدمت قصات فيها إبداع في بعض القطع من خلال الأكمام مثلاً، واعتمدت فيها على أثواب بحال دغا دو سوا وتول ودانتيل دو كالي، إضافة إلى ثوب لاغيبور. اشتغلت هند المطيري بمزيج من التقنيات بحال تنبات وزواق ديال المعلم والطرز بأشكال ورسومات تعبر عن الغنى الثقافي للمغرب. كما تشاهدون أضافت أكسسوارات من قبيل تاج على الجبين، أمازيغية اللمسة، ثم مضام وأحزمة على شكل قطع متراصة من المعدن المنقوش، نفس النقوش والرسوم التي توجد على القفطان. هي تشكيلة هند المطيري اللي كانت تعرفوا عليها الليلة، ألوان فاقعة وأكسسوارات غنية وسط هدوء الألوان الباستيل والأبيض الذي يشع بدرجاته كإشارة إلى موضوع السلام.